وشفتوا الشباب كيفاش ناظر مع ضيوفنا، وكنتوا تتفرجوا في الزوايز هذوما زادا كيفاش ينجوا على اليوتيوب ويصنعوا في المحتوى هكا يقولوا. يعطيكم الصحة على المحتوى. عايش. عجبتكم الحلقة؟ أي مناظرة هيلة معناتها، يمكن حتى نجم نعطي الملاحظة أنه إذا المساحات الإعلامية ما تعطيش حق الشباب باش يعبر على روحه، اليوم عندنا مناظرة معناتها سيتي مانيفيك الحقيقة. أنا نظن كان يصيروا برشا فازيت كمان هكا يولي تتنحى الاستقالة متاع الحياة السياسية. وأنت تبدل رأيك؟ أنا أي مثلا خلينا نشوفوا أسكو بدلت رأيك ولا في الأخر؟ الحقيقة ليها، خاطر فما شكون يقول اللي الشباب أجبروه أنه يستقيل، وفما شكون يقول اللي شباب مستقيل. أنت شنو رأيك؟ أنا مستقيلة فيك بليزير، حتى كان حتى كان حتى أي الحقيقة. رقم الحق فاجئت اللي موجود 100,000 شاب منخرط في الأحزاب السياسية حسب المرصد الوطني للشباب اللي قال الرقم هذا، قاله مصطفى رقم باهي ويوري للشباب قاعد ينشط في الأحزاب السياسية ولو مش في الواجهة متاع الأحزاب، ما قاعد ينشط وش يجي نهار هالطبقة السياسية هذه إن شاء الله تندثر ولا والشباب نحن باش نفكوها البلاصة نفكوها بالحزب متاعنا اللي فيه انت فوالا اللي مش فوالا هاكم نعم تعملوا في السياسه في الاخر على درجه هيثم انا حزب شوف لي حل يرحم والديكم ميرسي مي سيت نعمل حزب اني وهيثم يصير شنو نعمل نجم تعمل نعمل نحن حزب ونطيحوا على الحزب نتاعهم نحن نلقاو الحلول وانتم تلقاو المشاكل مثلا فوالا كنا هما كل ما هما يلقاو حل نحن نلقاو لهم مشكله وقتها نبداو نعملوا في السياسه كيما المنظومه الحاليه بتدخل منظومه سيتخودية انا ديما نخير اني نقول عليها ضيعه محروس معناتها كيما نهزوا في شعارات خاطر منظومه مش منظمه مش منظومه ماهيش منظمه تجي كل شيء كان منظومه معناها اما بالحق في اطار السؤال نتاعك هيثم على الحلقه معناها والمناظره اللي صارت محليها على الاخر عجبتني خاصه بصراحه مصطفى لا كوميونيكاسيون نتاعو معناها اتصاليا ما شاء الله عليه رهيب جدا الصوت البادي لانجويج نتاعو الحضور حتى لي ترانزيسيون كيفاش يقول كي قال لسفيان بن جبل قال له ايا هيد كرسيك ويجا معناها مرحبا بك معلومه مهمه بالحق تبارك الله عليه مصطفى سينجل راه سينجل سليباتير اما تصور اعلن الناس الكل اما عنده انستغرام خلينا نعطيوه للجماعه مره اما صحيح هو ما شاء الله عليه وهو يعني من يعني موقفه كما موقف نتاعي الى حد الان ان يقول الشباب ماهوش مستقل من الحياه السياسيه لكن هذا ما يمنعش اني نحيي وسيم أيوة. بالحق وسيم يعني عمره 17 عام لو كان احنا نتفكروا رواحنا عمرنا 17 عام كنا كيف معناها نقفوا قدام جمهور ونحكيوا بالطلاقه هذيك بالحق معناها تبارك الله عليه والله اللي عمري 17 عام نشتح على كاليفورنيا لوف ما زلت كي خرجت كاليفورنيا لوف شتفه مقدش يا رجل كبير أي. أما شقولك في الفيديو اللي عملوها الأولاد هي لا أنا بصراحة شفت عليها علاش خد أمين معناها مستانس بيه داير في بالكم ثالث مرة يجيب حذينا في الجيل الجاي ياسر ثاني مرة لما حالة سخن بلاستو أما مشيوا مع بعضهم ياسر كلي جايب لابروش متاع السياسة والكونتنو والماتير وأمين جايب لكوتي ديكالي معناها وكيف يقول في شويه فولغاريزاسيون اللي يقرب المعلومه للناس الكل فرانشمون الفيت نتاعكم نجح على العود وديما فايتوا مع بعض ديما فايت خويا ان شاء الله ملتقانا في اليوتيوب وتنعنوا شين وحدنا شين نسميوه باسم الحزب نتاعنا باسم بس شوف لي حل تسال اسكو انت رجل سياسه ولا لا سي انت توا عندك حزب وشوف لي حل والدنيا وتدخل في خصومه ديجا معناتها مع الحزب المقابل دونك انت رجل سياسه بامتياز توا مش تلبس قضيه ساعة من عند حاتم بالحاج على الاسم نتاع الحزب نتاعك خاطر فيه حقوقها اول حاجه هم معايا ومعايا نخدم في الرابطه ني لهنا زعما لو كان تحكينا على السياسه وكل شيء وتونس نوعا ما الشباب مقال او يستقيل من الحياه الحزبيه زعما كان الشباب يختفي كومبليتوم من الحياه السياسيه شنو يصير الوضع في تونس ولا في الدوله الشباب ما عنده فيها حتى راي في الاحزاب السياسيه وفي النشاطات السياسيه الكل وقتها نتصور واحد كيما هشام مشيش مش يلقى حاجه يعملها لانه الدوله عموما ولا على الاقل من بعد الثوره قاعدين ما يعملوا في حتى شيء غير انهم يعلنوا في حرب على الشباب نجم نعطيك اكزومبل لهنا الحركات الاحتجاجيه اللي صارت من ديسمبر ل 6 فيفري 2021 عندنا 1920 شاب معناتها تحالوا للحبوسات دونك هذوما عملوا استقاله جماعيه ويروحوا 30% قصر 30% قصر شكون فيكم ساعه بدل رايه بعد نتفرج في الحلقه
انت مستقيل وافتخر بذلك. انت جاوب. انا جست حتى حد ما بدل راي. صفيان حكي على الجانب الاقتصادي بتاع بتاع الشباب. اللي الشباب في تونس للاسف السن وقت اللي يكون معناتها مستقل اقتصاديا سن معناتها مؤخر برشا 35 سنه باش يمشي يبني يخرج من الدار ويعمل عائله. اللي ربط مع هذا مع الحياه السياسيه خليني نعاود نفكر اسكو الجانب الاقتصادي والاستقلال الاقتصادي وعنده دخل في التحركات الشبابيه نتاع الشباب في الاحزاب. هو ليه على خاطر معناتها انك تكون فاعل في الحياه السياسيه او مشارك ماهوش لوكس، مش بالضروره لازمك تكون تخدم ودبلومي وسيرتيفي باش تكون باش اليوم تكون مشارك في الحياه السياسيه مش مستقيل. بالعكس انا جورجوان اللي قالته مريم انت ديجا مقال، معناتها المنظومه تعمل على اقالتك وعلى انها تكرازيك جوست تحطك ان ديكور سواء حزبي سواء حكومي، حزبي معناتها العام سواء في الحكومه، دونك هذا ينجم يكون دافع انك تزيد تعارك وتزيد تشارك في الحياه السياسيه. اما اون ميم طون زاده كي تبدا انت نهار كامل وانت تحرك على مصروفك نتاع نهارك وترونسبورك وخبزتك وكاسكروتك وغيره وغيره وغيره، صعيب شويه باش تنجم تتفاضى وتتلهي بالسياسه. اسكو السياسه رفاه والا مش رفاه؟ امين شنو رايك؟ انا نظن خويا عندي اكزامانات دي دي اس فازيت كيما هكا مش نلقى الوقت للسياسه ومش نلقى الوقت باش نتفرج على فازيت كيما هكا. وفما زاد اللي يلقى عنده شويه وقت يقول لك انا نهار كامل نخدم نقرا نكلت على عمري، كي باش نلقى شويه وقت نحب نتفرهد نحب نعمل جو مش نعمل سياسه. افكتيفمون لهنا زاد بار اكزومبل احنا اللي ننشطوا في المجتمع المدني مثلا ولا كيفك انت نورس سياسيا زاد تنشط هونا نقرينا وتخرجنا ومازلنا نقراو نحاولوا نلقاو كنبربشوا على كل وقيت هذاك اللي نتنفسوا به كي ننشطوا في المجتمع المدني ولا في احزاب سياسيه معناها باش نعبروا على راينا نفرضوا راينا نحاولوا باش نغيروا حتى بالكلمه. دونك نحاولوا. كان المريضه الوحيده اللي تتفرهد كان كي تهبط المظاهره تشم الغاز. انا بالحق يعني نربط مع كلامك انت ياسر، قلت لو كان الشباب يندثر شنو يصير، هات نشوفوا لو كان الشباب يحب يحاول معناها كيفاش نقولوا له باش يدخل للحياه السياسيه، معناتها شنو لازم يصير، شنو لازم يعمل فوالا باش يدخل للحياه السياسيه. ما عادش ممكن فما باب رينيه توا. انا مثلا بالنسبه لي انا فرحان اللي اول مره يجيوني عباد اللي هما نورس ومريم صالحيه في البلاتو اللي يقول لك السلام شنو تقول له على السلامه كيفاش نعرفك؟ ناشطه سياسيه. ناشط سياسي رغم اللي هي في الرابطه نتاع حقوق الانسان ومريم صالحيه ناشطه زاده مجتمع ما نقولكش ناشط في المجتمع المدني. يظهر لك السيد تحت تضامن بلبزه شويه حكايه المجتمع المدني دخلها في عيد. اما اون توكا يقول لك لا ناشطه سياسيه خاطرني انا نعمل في السياسه جوستومون. هو حتى المجتمع المدني كي تكون ناشط في المجتمع المدني اوتوماتيكمون راك قاعد تنشط في الحياه السياسيه لانها سيركل كامله تمس بعضها. اي ما فما عباد يقول لك ما يحبش يقول لك انا ناشط في السياسه خاطر يحس معناها العباد تغزر له على جنب. مشكله تعريف معناتها مشكله مصطلحات. ليه دوكم فما زيد لي زوبورتونيست اللي ما يحبوش خاطر كلمه كمام زيد ناشط سياسي تفجع شويه معناتها فهمت. شنو اساسا ما انتيريس شنو تفهم كي واحد يقول لك انا ناشط سياسي شنو تفهم منه؟ يخوف نبعد عليه ما دخلتوش ما تبعك ما تبعهمش. بيقولوا لي توا شنو حسب رايكم كيفاش الشباب يدخل الحياه السياسيه معناها كيفاش يدخل؟ لحظه برك ناخذوا فاصل قصير ونرجعوا نحكيوا فيها. السؤال السمح هذاك فوالا قلت لكم كيفاش الشباب يعني شو يعمل باش يدخل الحياه السياسيه كي يكون هو متردد ما معناها مخايف ولا مش فاهم الحياه. نجاوبك انا انا ثم اكزامبل نسيناه حكينا على قيس سعيد ونسبه التصويت نتاع الانتخابات والشبابيه في مع قيس سعيد، من نسينا جمعتين بعد ما قيس سعيد ربح نسينا التحركات في الحوام نتاع التنظيف وجروبات الفيسبوك اللي طلعت سماهم حاله وعي حاله الوعي هذيك نسيناها. ما قعدوش برشا واعيين شباب. مي المشكله هي هذيك هي المشكله علاش حاله الوعي هذه ما قعدتش وما توصلتش؟ علاش الشباب فيش بعد جمعه بعد الجمعه هذيك وبعد اللي شاف امل في قيس سعيد كي شاف الامل وقتها نشط. الرافضي في تونس عندنا مشكله نتاع امل انه الشاب ما ثم حتى واحد في الحكومه ولا في اي برنامج سياسي ولا اي في الميديا يقول له راهو تونس بعد في 2020 2025 هاي باش تولي اخدم وتونس تولي هكا.
تونس هي تنجم تتحسن. اعطيه امل، اعطيه برنامج، اعطيه فيزيون. ما ثماش رؤيه، ما ثماش فيزيون اللي يخلي الامل ما ينجمش يخدم مع غير امل. كلمه برنامج الحق يعني بصراحه معنيها ما بلاصي. حسب رايك انت ياسر يقول لك ناقصين امل، معناها بلغه اخرى شنو لازم يصير باش الشباب يوليو يهتموا بشان السياسي؟ نعطيهم جرعه امل، هو برنامج أول حاجة حكومة تكون ما تتواصل مش ست كل ستة شهر تتبدل حكومة. حكومة تقعد على عامين ثلاثة أربع سنين، حكومة تقول لك راهو في الـ عندها برنامج واضح وأنت كشاب هاو شنو تنجم تعمل، تنجم وتسهل لك مثلا في الإيكونومي ولا في الديجيتال، تسهل لك الواحد باش تعطيك الفرصة أنك تخدم الديجيتال بالحق على سألونا فيه نظن أنا ندخل نولي رجل سياسة حتى عامل حزب معي بالك شيء على نقلبوها أنا بالك شيء هما مش مسهلين لك في الديجيتال خاطر انت ماكش حاب تتلهي بالسياسه. بالك شيء انت كان جيت تلهي بالسياسه راك تعرف علاش ما همش مسهلين في الديجيتال وشنو شنو يلزمنا نعملوا باش يوليو يسهلوا فيه. وزيد كان جيت السياسه اللي هي بي انا نولي نتلهي بها، ما نجمش نتلهي بحاجه ماهيش لهي بها. جميله جميله كيما قال لك لو كان انت تمارس تنشط في الحياه السياسيه وتضغط معناها بالنشاط نتاعك في الحياه السياسيه وتنجم تفرض رايك وتوصل صوتك باش يهتموا بيك ويحسنوا لك في الواي فاي والفازات كونيكسيون في الكونفينمون راهي برسمي حاجه ما تشجعش. معاك ابعد من هكا شويه في خصوص البرنامج، راهو الى حدود هذه اللحظه راه على فكره الاحزاب الكل عندها برامج، معناتها كلها تحكي على الشباب وكلها تحكي على الاقتصاد وكلها تحكي على تمكين المراه. يا سيدو سويت يبقى الفرق فوالا اي سي سا لو بروبليم، انه تحكي لا حتى الاستمراريه ما ماهيش حاجه خاطر انا الثقه اكزاكتومون الامل من غير معناتها الوعود من غير ما تفعل ما عندي ما نعمل بيك، مش نقعد عايش على الامل. انا نحكي على امل واقعي. باهي حسب رايك علاش الشباب ينخرطوا في الحملات؟ حكينا على مانيش مسامح، حكينا على حاسبهم، حكينا على فاش نستناو حتى التنسيقيات. استنى استنى التنسيقيات بدل 52 حملة القانون 52 راه وصل رئيس الجمهورية الراحل وقت الباجي قائد سبسي بدل القانون على خاطر الشباب هما اللي ضغطوا عليه. مثال قانون زجر الاعتداءات على القوات المسلحة اللي قاومته حملة حاسبهم معناها يتحط في المجلس ومن بعد يعاود يتسحب مرتين. مانيش مسامح كان فيه ثلاثة أجزاء تعدى جزء واحد رغم اللي كان مقدمه رئيس جمهورية والكتلة البرلمانية الأولى معاه والكتلة البرلمانية الثانية معاه ما هو شوية راهو رغم الحجاج اللي سمعناه من عند وسيم اللي هو يعطيه الصحة بالحق. زعم شنو يزم يصير باش هذا يتعود؟ علاش خطر ذوما شباب بيناتهم ثقة، فما ثقة بيناتهم، أما اللي ما عملوهوش أنا رأيي هذا اللي قالوا ياسر الأمل خاطر حتى حد مجال الناس حكاية يقول قالوا راهو حملة حاسبهم نجحت في كذا كذا، مانيش مسامح نجحت في كذا كذا، بدل 52 نجحت في كذا كذا، الشباب بلكش قاعد يشارك في الحياة السياسية لكن مانيش قاعدين نراو في المشاركة متاعه فعليا. يمكن على خاطر زيدا ما معناتها في الاخر الشباب عندهم معناتها يختاروا انهم يعبروا، على الاقل انا يمكن حتى مريم سوالحيه حكيته قبيله انه انا نرى روحي في حمله وناثر في الشارع اكثر مني نرى روحي في حزب ونقول في الاخر الماكينه تنجم تاكلني باش نلقى روحي عندي امين عام كبير ودرا شنو واحد وكل ما عنديش كنتيش لاغم، اما مانيش باش نلقى روحي، باش نلقى روحي بيدق اكثر مني فاعله. دونك جو بريفير ان يكون سواء في المجتمع المدني والا في حمله شبابيه اسونسيلمون مواطنيه خير من اللي نكون في حزب تكلني الماكينه وما نلقاش روحي بالكل معناها. والا فما طريقه اخرى زايده اللي هي سهله، توا عندنا احنا الفيسبوك اللي هي المنصه الشبابيه، علاش ما يستغلوهاش حتى باللي بوست معناها يضغطوا ويوصلوا صوتهم بخلاف معناها باش ما تكونش بيدق جوستومون باش تشارك مش لازم عليك بالضروره تمشي الحزب، تنجم مثلا تجيب احذانا تجي وسائل الاعلام هاي جهان مثلا تعدد بثنيه هذيك تنويه وفازات احكي لندادك فيش نجموا يعملوا كيف لندادي بي كما قلت لكم اني من الاول كي عرفت بنفسي شاركت في زعمة ستة وشاركت في زعمة ستة وصيح ما حلفنيش الحظ في التصويت لكن لجنة التحكيم اختارتني معني باش نكون في برنامج الجيل الجاي باش تشاركوا وتكونوا في مبادرة في مسابقة زعمة لمبادرة مناظرة. تبعوا الساعة الباج اوفيسيال تاع الفيسبوك نتاع مبادرة مناظرة وقت اللي هبطوا هما الاطروحة معناها جديدة، صور فيديو مدة متاعه 99 ثانية
تحكي فيها في مدة 99 ثانية الموقف متاعك من الأطروحة هذيك، أنت بور ولا كونتر، ومن بعد اللي تحط الفيديو متاعك على البلاتفورم موقع مناظرة، الموقع الرسمي لمبادرة مناظرة، ومن بعد اللي تبدأ الحملة أنت متاع تصويت، تكلم أحبابك أصحابك اللي تعرفهم، تعمل شوية سياسة شوية سياسة that's it باش يصوتوا لك وتترشح معناها النصف النهائي واللجنة وكل حاسين. وهي مغامرة جميلة جميلة جدا، ودونك يعني نشجعكم الناس الكل باش تشاركوا فيها. فما حاجة أخرى زيدة يمشي هو نحب هو خارج شوية معناها الموضوع بتاعنا اليوم هو عيد الأمهات. فوالا ريسبي ريسبي مناسبة بالحق مهمة جدا. نحب نقول كل عام والأمهات الكليكة بألف خير، دمتنا يعني مصدر الحب والحنين والقوة للناس الكل، ورب يرحم الأمهات المتوفات الكل. كيف كيف صديقنا وسيم، خاطر ما نجمش يعدي ديديكاس وهو في زعمة، ديديكاس الأم وسيم وأم مصفى زيدة. عندكمش ديديكاس؟ عندكمش حاجة توصل الكل؟ نكتفي بهذا القدر نكتفي بهذا القدر. يعطيكم الصحة، ورجعوا لهم التبروير زادة للأمهات يزيوا بلا بلاد. يعطيكم الصحة، ميرسي بوكو. يزيم نشكر ناس اللي حاضرة معنا، كل جهان رحال يعطيك الصحة. شكرا. انت شاركت في مسابقة زعمة وكنت تنويه لجنة تحكيم. سيامين مرحبا بيك. أمين عش. حمروني أمين بدوزين في يوتيوب انستغرام فيسبوك إلخ إلخ إلخ. نورس الدوزي الزغبي مرحبا بك، نشطة سياسية موفر رابطة التونسية لحقوق الإنسان. وياسر مشات يوتيوبر كيف كيف اي كي اي ياسر مشات قوية الفاز. يعطيكم الصحة، كانت هذه جيل الجاي، نتلقاو إن شاء الله نهار 27 الجاي نهار 27 جوان الجاي في عدد آخر من زعمة والجيل الجاي. صباح الخير.